هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل تمام يا احلى ناس، مثل ما انتم شايفين. ليديز اند جنتلمان، واخيرا نزلت الشخصيه الجديده شباب، شخصيه ديمتري. شباب عن جد باين عليها شيء اسطوري كتير كتير حبايبنا الكرام، مثل ما انتم شايفين. سو شباب، قبل ما نبلش نشوف الشخصيه اساطير، خلينا نتكلم الموضوع الاهم من الشخصيه كمان. لا الشخصيه مهم بس، ولكن يعني كمان موضوع تاني كتير مهم حبايبنا، اللي هو يا اساطير، واخيرا حبايبنا متجر غمد راح ينزل ان شاء الله هذا الشهر. اوكي راح ينزل ان شاء الله غدا حبايبنا، غدا يب راح ينزل غدا شباب، شيء مؤكد شباب، من خبر مؤكد رسمي على الاخير حبايبنا. اوكي سو شباب، قبل ما نحصل على الشخصيه ونعمل اي شيء ونعمل كل شيء يا شباب الطيبين والبنات، لا تنسوا صلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا الله يسعدكم. بعطيك ثانيتين، انزل تحت حط لنا لايك حلو مثلك، واذا مش مشترك حبيبي اشترك، لانه ان شاء الله راح تربح هالشخصيه يا اسطير. اوكي حبايبنا، راح نعمل ان شاء الله مسابقه لهالشخصيه على الانستغرام يا اسطير. اوكي رابط الانستغرام شباب موجود تحت بالوصف، موجود او تحت بالوصف، تمام. اليكو شخطه جيمنج، سهل كتير حبيبي والله. اوكي وشي ثاني شباب، راح نعمل كمان سحب عشوائي لهالشخصية شباب. طبعا هالشخصية شباب تحصل عليها بواحد جوهرة شباب، تسحب عشوائي داحت بالتعليقات بهذا المقطع يا اساطير. اوكي لايك شباب، ورعوها تعكيتكم شيراتكم بارتاجاتكم حبايبنا. اوكي ليتس جو، واليوم جمعة، جمعة مبارك على جميع احنا ناس، وخلينا نبلش شباب نحاول نجيب ابو الشخصية. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين هون عندنا شحن واحد جوهرة، اونلي وان جوهرة شباب، شي لوز اللوز. لايك يا خلينا نحاول نبعت نشحن الجوهر حبايبي، ليتس جو نشحنهم بشكل ما شحنتهم شباب، حبيت نشحنهم افرجيكم اياها شباب وين موجود الشحن. بسم الله تمانو ويت مينيت يا شباب، شحن بشحن عن طريق برنامج ال شو اسمه ال هيك شوي بكون شحننا 200 جوهرة اعتقد. تمام اوف تك لوز اللوز مالك، حلو هيك شباب بكون شحننا الجواهر اللي لازمانتنا عشان نجيب الحزمة ونجيب الشخصية. اوكي فيري نايس. ناو شباب راح نعمل حصول، يا السلام عليك، نعمل تزويد. اوكي ونعمل نفتح الحزمه مباشره شباب، نعمل تزويد للحجم من الحجمه حجمه شو يا الله حزمه. اوكي شباب صراحه نشوف اول شيء منظر لبسه الحزمه هي، عن جد يعني شو حلو مرتب. خلينا نعمل ندخل على هي شو مكتوبون الشخصيه، نطلع الخزنه نشوف الحزمه تبعيته شو فيها معلم. طبعا الشعر هذا نفسه عادي، نظارات معلم حبيبي والله. ما في بوجه هذا الجاكيت هي ولا هي شيء حلو، الوان معلم كان عم يدهن بيته الظاهر وحبيبي والله. اوكي نفس الشيء بنطال، الحذاء كمان الحذاء شباب شوي كبير بس اتس اوكي. اوكي هي بالنسبه للحزمه يا اساتير. اوكي لا شباب خلينا ندخل على خاصيه الشخصيه حبايبي. اوكي ليتس جيت ذس بارت ستارتد، مجموعه من مهندس. اوكي ايش شباب، طبعا هون بشوف شباب بشوف مكتوب ينشئ منطقة الجفاء بمقطر 3.5 متر، تمام يعني مثل الوك تمام تقريبا في الداخل، يستعد المستخدم والحلفاء 3 نقاط صحة كل ثانية. يعني هون يا شباب هون اكيد راح المد هون راح يتغير. اوكي كل 3 نقاط صحة بالثانية، يعني فهمت، يعني كل ثانية بياخذ 3 نقاط عند السقوط تمام. يمكن المستخدم والحلفاء التعافي الذاتي للنهوض بيستمر لمدة 10 ثواني التهدئة من 500 متر. طبعا شباب هذه الشخصية شباب بشكل يعني فهمنا منه بشكل سريع حبايبنا انه هي شخصية نشط كمان، شخصية نشط يعني مثل الوك وهذا كل الشخصيات العادية. اوكي الشيء فهمنا حبايبنا في هذه الشخصية شباب انه بنقدر نفس الوك وبنفس نقدر بنفس الوقت شباب لما انا انزل نوك اقدر ارجع نفسي يعني نوك برجع يعني بقوم، فهمتوا على كيف؟ ليك شباب رح ندخل نشوف شباب نجد نطورها اول شيء، نحاول نطورها شباب للليفل اللي نقدر نطورها. اوكي اعتقد تقدر تطورها ماكس. اوكي خلينا نطورها. Take to a higher level. Take to a higher level. Take to a higher level. يب بوي. اوكي اعتقد صرنا طورناها ماكس، يب طورناها ماكس شباب. ليك شباب رح نخليها هيك وتعرفوا شو؟ خلينا نفتح هذول يا معلم. هذول اساطير هذول ونحط معلم اكيد، خلينا نحط الشخصيات اللي نحطهم دائما، انا دائما بستعملهم
بدكم شباب جربوا هالشخصيات اللي عم بستعملها عن جد صراحه شيء باللوز اللوز. اوكي خلينا نحط بالعاده بحط جوزيف هالمره لانه ما نقدر نحط شخصيه نشط شباب لانه هي الرئيسيه. رح نستخدم رح نستبدلها بشيء ثاني. طبعا هالشباب هالشخصيه هاي ديمتري كتير شخصيه مفيده كتير يعني شباب رح تشوفوا شيء اسطوري يعني رح تشوفوا. وين هو شيخين نحط ال حط شو نحط يا زلمه يا اخي خلينا نحط جوزيف. حطينا جوزيف خلينا نحط شو نحط حبايبنا ولا نشوف نحط كيلي. اه كيلي صح يلا اوكي هيك شباب الشخصيه صار جاهزه لوز اللوز تمام. الان الان يا اساطير رح ندخل نجرب ابو الشخصيه تمام يلا تاكد من الصوت كل شيء تمام تك تك حلو. الان شباب رح نجربها بشكل ندخل مثلا جيم سولو يب لا ندخل جيم ديو تمام يا اساطير نشيلها هيك تك تك نجرب نحط مودر المودر تكون رانكت كلاسيك عادي. ندخل شباب نجرب الشخصية ننزل حدمر نفسي يعني حدمج نفسي اوكي وطبعا ونعبي الدم حبيبي والله يلا ثواني شوي ليتس جو. هي الشخصية يا سلام عليك حبيبي والله. طبعا شباب ما انتم شايفين على اليمين هيك شكل النشط تبعه شو باللود شو اسطوري حبيبي والله. اوكي ليتز اند جنتلمان خلينا ننزل شباب هون تحت بال الاوبسرفاتوري اوكي ندخل شباب نحاول نجيب قنابل ندمج نفسنا شوي ونشوف كيف راح يتعبى ما يتعبى حبيبي والله. ندخل عادي طبعا هون في سكوادين ثلاثه ان شاء الله ما نموت معلم اوكي معنا صاحبنا شباب اكيد ما نعرفه اوكي. طبعا شوي دخلت سولو فيرس يعني ديو فيرسس سولو فيرس سولو فيرس ديو يا زلمه خربت طلعت من الجيم حبيبي والله. خلينا ناخذ الاسلحه شباب خلينا نحاول نشوف الاوضاع معلم كل الناس خلينا نشوف هون هاي في ناس هون معلم خلينا ندمج واحد نوك اي واحد نوك معلم خلينا نمشي على السريع معلم. تعال اي صديقنا 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 نجرب نجرب شخصيه على صديقنا اذا نزل نوك تعالوا شباب اي نزل نوك هي تفنش لحق والله فنشوا شباب والله فنشوا يا ساتر اي مشكله شباب راح نقدر نظبط الوضع يخرب ابو العبط يخرب ابو العبط وين هو ده؟ هلا بقول لك نروح نصحح شباب راح نصحح صاحبنا نساعد صاحبنا يا اساطير بشكل سريع تفضلكم ما في شي توكن هو في توكن يلا لوس نروح نساعده حبايبي يخرب ابو العبط يا اساطير دخلت كلاسيك جو وذاك اللي كان معي راح طلع من اللعبه وخرب لنا الوضع كله معلم. هيك شباب دخلنا من اول وجديد مع شباب الكلان الله يسعده بكرم الورد راح يساعدنا شباب نجرب مع بعض ويكون امر لوز لوز. خلينا ننزل هون على اليمين شباب ونجرب نطلع من هون النقطه الموجودين اوكي ونجرب الشخصيه والوضع لوز لوز يلا روح هين لويت معلم في ناس تحت نخلص منه تمانو نخلص من السحب عشان نجرب على روح دبل فيكتور يا ابو السيخ دبل فيكتور من الصبح يخرب بيت سنتك يخرب بيت سنتك يا زلمه. هذا كمان جاي جاي جلي بشوت جن معلم بيلعب ماي ون والدنيا خربانه يلا ابي انا في اوكي مبارك خلينا نخلص نستغرب في وقت واحد معلم هون نخلص منه وقف الميوزك نركز شوي هي واحد هون واحد تعال 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 خلصنا اوكي انا يا شباب رح ندخل نجرب الشخصيه يا اساطير تمام. عندك قنابل افكار من الورد؟ والله عندي سنتين هات واحدة هات لنشوف تعال شباب طبعا الان راح ندمج نفسنا شوي اوكي راح نشوف كم راح يتعبى تعال بكرم خليك جنبي راح ندمج حالنا شوي هيك صغير ندمج حالنا شوي 500 152 كم دمك؟ انا 200 ما دمجت؟ لا 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 عادي 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 ايزي 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 خليك معي راح نعبي دمنا شباب نجرب الشخصية اوكي عم يتعبى عم يتعبى عم دم تعبى دمك انت كمان انا دمي فل اصلا فل اوكي ما في مشكله والله شاب عم يتعبى كان 100 140
الشخصية تحت ما موجودة عم يتعبب. حلو يعني شباب، كان تقريبا إذا قلنا دمنا كم 50 يعني تعبى 50 زيادة. أوكي الآن شباب رح نشوف الوضع، خلص من هذا اللي رح ننزله بكرم نب، ونحاول نشوف شباب رح يطلع رح يعيش ولا لا. هات بس نخلص من هذا اللي موجود هون معلم. خلاص تمام الدنيا. وهذا ورانا يخرب بيت سنتو يا زلمة، شو جاب له؟ موت يخرب بيت عقلك. خلينا نعبنا دمي ده معلم. اوكي يلا اوكي شباب، رح نجرب شباب كيف الشخصية معلم. رح اوكي عندك شيء اشارة طلعت عندك بالشاشة او شيء؟ لا والله. خلينا نقبس الكبسة لنشوف هيك. ايوه قوم قوم. حلو شي لوز اللوز يا اساطير. كم دمك زاد؟ دقيقة كم كان دمك؟ 52. وكم يعني 20 كان اول شي 52؟ اوكي اللوز اللوز. حلو اوكي شباب، يعني هالشخصية شباب توقعوا معي اذا انت قاعد عم تلعب بطولة تمام، طبعا انا عم نتكلم بالنسبة للشباب اللي بيلعبوا بطولة او رانكت نفس الشي، يعني انت الواحد انت عندك شخصية هي واصحابك اثنين ثلاثة مثلا نزلوا نوك بتقبس هالكبسة معلم، وانتم متحصنين بين الثلجات وهذا وكل فجأة بيقوموا يا لطيف معلم، رح يصير ريمونتادا اسطورية حبايبنا. سو الوضع رح يكون مش لوز لوز. لايك شباب رح نجرب الان، رح نجرب شخصية علي، رح انزل انا نوك هالمرة، رح اخلي ابكرم ينزلني واجرب كاتبين انه انا بقدر بطل يعني برجع بعيش نوك ومن دون ما حدا يساعدني. صوني بس خلينا هاي الشغلة هي تتعبى ونجرب مع بعضنا يا اسطى. صراحة شباب هاي الشخصية رح جد رح تكون شخصية يعني اذا اي احد من الشباب اللي بيلعبوا بطولات يكون واحد بس واحد منه عنده الشخصية معلم وضع لوزلوس. تفضل ابكرم بعد اذنك نزل برميم معلم يساعد دينك. اوكي الان الان شباب ما طلع شيء عنا هون. اوكي ما طلع شيء، كيف هيك؟ ما في شيء، ليش هيك ما طلعت؟ غريب لازم تكون عايش احتمال، بس لازم انت اللي تكون عايش ما بدري. لازم انا بكون سولو مثلا؟ والله ما بعرف، انا الشخصية ما جبتها ما بدري. ما طب ما نشوف، رح نطلع ونرجع نتأكد. اوكي ما شباب ممكن لما انا انزل نوك ما اقوم يعني. اوكي ما نجرب شباب. اوكي حبايبنا طلعت من الجيم تمام ورجعت دخلت، مكتوب كان 15 ثانية، ما اعرف لما نزلته هو نوك وساعدته ما اعرف اذا الوقت كان 15 ثانية ولا لا. هيك شباب رح نرجع نجرب من اول وجديد نشوف الوضع كيف راح يكون. تفضل ابكرم علينا بعد اذنك. اوكي الان شباب مو مبين شيء لحد الان الظاهر شباب، بس نقدر نساعد نساعد فقط اصدقائنا. اوكي شيء غريب. اوكي ساعدني ابكرم رح اجرب مرة ثانية شغلة. ثواني شوي رح اجرب انتحر. اوكي لا اوكي معناتها فقط لل يعني لاصحابه فقط لا غير. اوكي ليتز انجل تمام شخصيه لوز. اوكي رح ندخل نطلع الان شباب نشوف الاحداث اللي نزلت جديده. اوكي يلا ليتس جو. اوكي شباب الان شباب في احداث نزلت هون على اليمين يا صديقي، خلينا نشوف بعضنا شباب قبل ما نسكر المقطع. اوكي شفت في توكن جديد معنا اذا كان موجود امبارح ولا اليوم. اوكي رح ندخل مع بعض ونشوف ما في مشكله. نعمل هون انقر الدخول حبيبي. اوكي قول نعمل هون حركه الفتح. ايش هذا؟ سيكون دائما ضيف هذا اللي تحت. اوكي الحصول على فتح شوي. اوكي اوكي ليت قول لي ليديز شو الحفل السنوي ليديز اند جنتلمان وات از ذيس. اوكي يا اسطى مثل ما انتم شايفين شباب هذول الاحداث مثل كل مره. اوكي عندنا هون مهمات يوميه نحصل على التوكنات هذول مثل ما انتم شايفين، هي بالنسبه للاول شيء. عندنا البوم الذكريات اوكي موجود هون معلم، ما اعرف صوره الحفل موجودات هون حبيبي والله ما اعرف شو لازم نعمل هون ما فهمنا شيء. اوكي ما في مشكله. حفل الموسيقيه لما يبدا الحدث بعد يرجع العوده. اوكي في حدث رويال الجوائز ولا ما اعرف شو هون كشاب. هون عندنا شباب في لفات وفي خمس لفات وفي جوائز اعتقد نزل عام على المكافات. اوكي عندنا هون شباب الجيتار هذا حلو
جوائز شباب مثل الافاتارات والبانرات والاشياء اللوزيه هذول معلم. خلينا نجرب نعمل لفه، لا خم واحد معنا كل هاي شباب معلم. بوكيمون يوزنيم 4 اوكي، اعطانا هي الرقم 4 شباب. اجزاء الايقاع رقم 4 كم يمكن استخدام الرمز لاستيراد المكافات. اوكي كل واحد شباب له مكافاته. اوكي الان شباب راح نرجع لورا. هاي بالنسبة لهون الجوائز، هاي جائزة الدخول دخول اليومي. شباب كيفية الحصول على الشخصية الثانية شباب؟ هون ادخل على ادخل خلال وقت الحفلة تمام؟ اليوم من 29 شهر من 22 ل 29 شهر شباب لازم تعمل تسجيل دخول عشان نحصل على الشخصية هاي شباب اللي هي الديفا. اوكي اوكي جايز اوكي اوكي فيري نايس اوكي. هاي بالنسبة للشخصية الثانية شباب موجودة بالحدث يعني لما ندخل. اوكي هون مرحبا فيك بقطعة زكاة الاكس بالمكافات باستخدام اجزاء لقاء. اوكي اوكي شباب هذول التوكنات شباب مثل ما انتم شايفين شباب راح نستخدمهم تمام. وكل توكن في هون على اليسار الجوائز تمام، في هون مثل ما انتم شايفين هون صناديق ما صناديق وجولد ما جولد معلم حبيبي والله. شعار الذكر هذا شباب لما يطلع جنب الاسم، والجائزة الكبرى شباب هذا هو السكين حبيبي والله حبيبي والله معلم لوز نايس. اوكي هذول الاشياء شباب بالنسبه للمكافات، ننزل علامه على المكافات هذول نفس الشيء معلم شفناهم. اوكي هذول الاشياء وما اشياء، شيلوا صندوق القطع، ارسال هديه، طلب حصول على القطع، هون نحصل على القطع. اوكي حلو 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 حلو، هذا بالنسبه شباب للحدث. اعتقد شرحنا لكم اياه بشكل سريع. خلينا نطلع على برا نرجع نعمل هيك شباب. بالعاده بيطلع بسبقه الذكرى السنويه شوي. طبعا هون شباب هذا كمان حدث بسبقه الذكرى الزاويه شباب، هون كمان نفس الشيء التوكن ما توكن نحصل على فرص الإجابة. هون في أسئلة شباب ولازم نجاوب عليهم. أوكي هاي نطلع لهون. شو في هون؟ خلينا نشوف. خلينا الآن شباب ندخل على التقويم هون نشوف شو موجود بالتقويم حبايبي. هون ندخل على الذكرى الرابعة. أوكي هاي هون في موسيقى ما موسيقى، هون في الأحداث اللي فرجيتكم إياها من شوي. التقويم هذا هو التقويم، هذا هو شباب التقويم شباب. هون بتقدروا تشوفون يعني كل الأشياء اللي الحدث يبلش 20 اليوم بلش الحدث وينتهي 5 سبتمبر. اوكي بالنسبه لهذا الحصول على هذا السكين موجود هون شباب من 20 ل 29 هون. المهام الواجهه الخاصه من 20 من 20 ل 5. الهديه اليوم الزروه اللي هي 28 اغسطس شباب اللي هي هذا الشهر 28 نحصل على هذا الشخصيه تمام مجاني طبعا. و 21 22 نحصل على هذا السكين. وبالنسبه ل 23 من 23 من 23 ل 28 شباب نحصل على هذا هذا مع مهمه ال الشو اسمها دي يا شباب السيارة هاي. وهون عنا شباب في مهمة ال مهمة القضاء على الأعداء. هون في مهمة شباب راح تكون من 29 شهر لا 3 سبتمبر شباب. هون معلم اشي لوز لوز تمام. هون يا شباب حدث العجلة الموسيقية. هون شباب نلعب ونحصل على التوكنات. هون استبدال الجوائز حبيبي والله اتس كول معلم. هون افاتات نستبدلهم تمام. اجي نحتاج عادي دون التراكم هي شباب وقت اللعب. لعبت هي شباب ايه لعبت 90 دقيقه ونحصل على هذا الاي كي الضرر والمخزن الذخيره شي لوز. طبعا شباب هون الاشياء كلها بتشاهدوها بتتواجد على اليمين على التقويم. اوكي مدى النجا هون يا شباب نفس الشيء. التاريخ راح يكون هذا هون راح يبلش 23 من الشهر شباب هذا هون مثل ما انتم شايفين. ركزوا على وقت الحدث. وهون نفس الشيء شباب هون 27 عشان نحصل على السكين تمام. حزمه الذئاب اوكي اوكي. هون يا شباب وضع تمام تمام ما في شيء غير هيك. اوكي اوكي ليتس جاتم. وصراحه شباب لا تغزونا اليوم المقطع طول كثير، ان شاء الله عجبك المقطع حبايبنا، ان شاء الله استفدتوا بشيء يا اساطير. مثل ما قلت لهم شباب انتظرونا على الانستغرام شباب رح نعمل لكم مسابقه لهالشخصيه تمام. رح نعمل سحب شوي بالتعليقات هون شباب. رح نكون عامل كمان ان شاء الله مسابقات على البث مباشره ان شاء الله اليوم شباب كمان نفس الشيء. لايك شباب خلوكم متواجدين اليوم معنا شباب بكل المنصات الاجتماعيه بكل الجو بكل الاماكن تمام. وهيك بكون انتهى مقطع اليوم شباب. إيه ما حط لايك، حط لايك ولسه مش مشترك لحد الان اشترك معلم. وبشوفكم ان شاء الله شباب ترقبوا فيديو اسطوري حبايبنا على قناتنا الثانيه شباب قريبا راح ينزل يا اساطير. اوكي بشوفكم على خير، سلامات يومكم سعيد، نلتقي ان شاء الله بس على البث مباشر. باي باي.